ولكن يحضرني وحضرني فجأة كلام والدي علامة الشيخ المقرئ علي بن عبد الرحمن المشهور بالصوفي رحمة الله عليه، كتب لأخي الكبير وكتب له رسالة، فمن ضمن ما كتب له قال له: واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله، واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. تريد أن تعرف مقامك عند الله تعالى وقيمتك عنده، فانظر القرآن في حياتك. إن الله سبحانه وتعالى جعلك مرتبطا بكتابه، لا يمر عليك ليلك ونهارك إلا وأنت مصاحبا له تلاوة، تدبرا، قراءة، وردا، فاعلم أنك شيء عند الله. الله سبحانه وتعالى يحبك، والله سبحانه وتعالى جعلك محفوظا بعنايته وبكرمه. من الذي يهجر القرآن ويتركه؟ الذي هان على الله، الذي لا يبالي الله به. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.